ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق يا طريق المستقيم ببركة القرآن العظيم اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه هدية واصلة منا إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أزواجه وأصحابه وأتباعه ولمشايخنا ولوالدينا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام